لدى استقباله للمواطنين بمجلس سموه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تتعرض لمؤامرات، مطمئنا سموه الحضور بأن هذه المؤامرات تفشل الواحدة تلو الأخرى بفضل وعي شعب البحرين ووطنيته. وأشار سموه أن ما حدث خلال موسم عاشوراء من تجاوزات مرفوضة ما هي إلا أحد أشكال هذه المؤامرات التي تنتهي بحمد الله دائما بالفشل. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن بلادنا بخير في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وستبقى بإذن الله كذلك بتماسك شعبها ووحدته، وستستمر البحرين متميزة كما عهدها الجميع بانفتاحها وبالحرية الدينية والفكرية المصانة فيها، رغم أن هناك من يسعى إلى استغلال هذا الانفتاح لتعكير صفو الأمن وشق الصف وزرع الفتنة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والنخب الفكرية والإعلامية والصحفية وجموعا من المواطنين. وخلال اللقاء استنكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة أشكال التصرفات التي تسيء لأخلاقيات الشعب البحريني الكريم عبر الممارسات الدخيلة عليه، معتبرا سموه إياها بأنها محاولات يائسة وبائسة لتعكير صفو الأمن والإضرار بالوحدة الوطنية. كما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على شعور العائلة الواحدة الذي يتجلى دائما في المجتمع البحريني وبالتماسك الذي يظهر خاصة خلال المواقف التي تمس وحدته أو تلاحمه.